فيديو فيديو النهاردة هعمل لكم ريسيرش روتين أو روتين اللي أنا بعمله في الويك أند أو غالبا يوم الجمعة أو السبت عشان أبدأ بيه الأسبوع الجديد. أول حاجة بحب إن أنا أدابل كلينز أو إن أنا أستخدم مثل الووتر قبل ما أستخدم الكلينزر بتاعي الطبيعي علشان أنظف بشرتي على قد ما أقدر، بتبقى طبعا طول الأسبوع تعبانة ومجهدة وكده. حاجة طبعا روتين شعري، بستخدم ماسكات وزيوت علشان ارجع اتقرض شعري. الفترة اللي فاتت شعري كان متبهدل جدا جدا وانا حبيت ان انا ابات بيه الليلة كلها، نمت بيه وعليه الماسك بتاع الشيا مويستر ده علشان يطرى شوية. بعد كده بحط زيت على الروتس، الزيت ده كان جالي من باناسيا فارما، ده لوشن فيه كافيين وفيه كافيار وفيه روزماري اويل وفيه حاجات كتير قوي علشان اغذي بيها الروتس بتاعت شعري. بس طبعا باخد بالي ان انا ما اقعدش بيه اكتر من ساعة مثلا. بحطه على الروتس بتاعت شعري، بجيب بعد كده زيت املة وبحطه، مش الروتس بتاعت شعري بس ببعد عن الروتس شوية، وبحطه على بقية الشعر كله. شعري كان ناشف جدا وانهيلثي جدا الفتره اللي فاتت. كمان بزود زيت جايباه من بلاك لوتس بالجريب فروت وكوكونت اويل وزيت قروع، وبعد كده بطبق كل الكلام ده بالماسك بتاع الشيا مويستر ده علشان احفظ كل الترطيب والديود دي جوه شعري لحد ما اعمل بقيه الروتين. تاني للروتين بتاع وشي، وبعمل فيشل هير ريموفال او ازاله شعر الوجه، يعني بستخدم الفتله. ما بحبش الصراحه استخدم الحاجات الجديده اللي هي في الماركت، انا بحب اولد سكول شويه في الموضوع ده. انا الصراحه اتعلمتها من زمان وبعرف اكنترول بيها كويس، فما عنديش مشكله خالص ان انا استخدمها. طبعا بكمل شويه كده بالملقاط الحاجات اللي هي اتبقت، لان في حتت بتبقى سنسيتيف جدا مش بينفع اعمل بالفتله فيها. بعد كده بغسل وشي. انا الكلنزر ده شغال معايا الصبح بس، لان انا بالليل بستخدم كلنزر فيه ساليسيليك اسيد. الكلنزر ده ما يعتبرش جنتل كلنزر قوي يعني الصراحه، بس هو فيه فيتامين سي وكمان فيه حبيبات خفيفه جدا فبتقشر بشرتي شويه. ما بعملش بقى بقيه الروتين بتاع الفيشل بتاعي غير لما بتعمى بغسل شعري، ممكن ابرد ضوافري كمان. وابتدي بقى للهير ريموفال بتاع الجسم، بستخدم الشيفر وبستخدم السويت بتاعت افوفا دي، كنت عملت عليها ريفيو زمان ان هي ما كانتش عجباني قوي، بس الصراحه انا دلوقتي اتعودت عليها وبقيت استخدمها وبقيت احبها. يعني بستخدم الشامبو بتاعي من او جي اكس اللي هو بايوتين الكولاجين. انا ده صراحة اكتر شامبو حسيت ان هو مشي معايا او نفع مع شعري، لان هو فوليومايزنج. وكمان بستخدم الكونديشنر بتاع جوفياليتي اللي هو بتاع الشعر الدراي، بينعم شعري جدا. انا لحد دلوقتي الصراحة مفيش بلسم حسيت ان هو ده البلسم اللي انا هستقر عليه، يعني انا بغير في البلسم كتير جدا. بستخدم بقى السكراب بتاع ايرث اولز، ويستحسن ان انت قبل ما تعملي شيفنج لبشرتك لازم تكوني عملتي سكراب عشان تشيلي الجلد الميت. السكراب ده انا بحبه لان هو فيه اي اتش ايز او فيه الاسيدز اللي هي بتعمل ازالة للطبقة الجلد الميت من على البشرة، وبعد كده ببتدي اعمل الشيفنج في جسمي كله بعد ما بعمل السكراب. كمان ريحته حلوه قوي الصراحه، انا بحب ريحته، وكمان بحب ريحه الكونديشنر بتاع جوفياليتي ده جدا. بعد كده بعمل روتين الوش بقى. اول حاجه طبعا الفيتامين سي، فيتامين سي لازم في الروتين بتاع الصباح بتاعي علشان يديني النضاره اللي انا بحتاجها الصبح. كمان بستخدم السنيل ميسون اسنس بتاع كوزاركس، ده برضو بحس ان هو بيرطب البشره جدا وبيوحد اللون بتاعها وبيديها فيرمنج كده ونضاره، انا بحبه الصراحه جدا وبحطه على رقبتي والديكولتاج اريا. بعد كده بحط على شعري اول ما يكون لسه مبلول كده، بحط عليه الليفن كونديشنر بتاع كينكي كيرلي. لما بنسى احط الليفن كونديشنر بلاقي شعري بقى ناشف جدا جدا، وعشان كده بحب احطه واسلكه وبعد كده احطه في المايكروفايبر تاول. بلاحظ ان شعر بيقع كتير جدا الفترة دي طبعا عشان تغيير المواسم، مع ان انا مبتدية روتيني المينوكسيديل
بس طبيعي ان شعرك يقع يعني، وخاصه لو كيرلي هيد ومش بتنضف، مش بتسليكي شعرك طول الاسبوع. دي المايكرو فايبر تاول دي انا جبتها من هير ادكت، انا شايفاها عمليه جدا، هي بتنشف الشعر شويه زياده يعني، بتخليه يبقى ناشف شويه زياده، بس انا الصراحه بحبها وتعودت عليها. بعد كده برطب بشرتي باستخدام الفازلين كوكو جلو ده، انا بحبه جدا، لو بيرطب جدا جدا من غير ما يسيب ريزيديو ملزق كده على البشره، البشرة بتمتصه كويس جدا، ريحته مش قوية وخفيفة. ممكن اللي زيه وأحسن منه برضو ممكن السيرافي، بس هو أغلى شوية، الفازلين ده ثمنه 100 جنيه في أي صيدلية، فأنا بحبه الصراحة عشان كده. بعد كده جبت التريتمنت بتاع الإيدين ده من بلاك لوتس، ده عبارة عن بانثينول مع جليسرين مع لاكتيك أسيد مع الليمون إسانشال أويل، فريحته حلوة جدا، وكمان بيطول الضوافر وبيخلي الإيدين شكلها ناضر جدا، وريحته ليمون ومنعشة جدا كأنك في سبا مثلا أو حاجة، ريحته حلوة جدا. ما بنساش طبعا اشرب ميه، مهم جدا في الويك اند، لان كتير جدا في الاسبوع كله ما بكونش شربت ميه كفايه. بعد كده بدخل على اوضتي بقى ارتبها، بيبقى طبعا من الاسبوع للاسبوع ممكن ما الحقش ان انا اغير الملايات والبيلو كيسز والكلام ده، المفروض البيلو كيسز يستحسن يعني تغيريها كل 3 ايام، علشان كل الحاجات اللي نزلت عليها ممكن شعرك، الحاجات اللي على شعرك تعدي بشرتك وتسبب بلوكج للبورز وتعمل حبوب، فالاحسن انت تغيريها كل 3 ايام. بس انا الصراحه بكسل وبعملها روتين مره واحده بس في الاسبوع، بغير فيه الملايات والبيلو كيسز وكل حاجه. حاجه برضو عرفتها ان انت لما بتروقي الاوضه بتاعتك او المكان اللي انت بتقعدي فيه يوجوالي، بتحسي ان منتلي او عقلك بدا يرتاح ويترتب هو كمان، بحس في اخر اليوم ده ان انا مخي ترتب جدا وعارفه افكر احسن، لما بحس ان انا نضفت كل حاجه وعملت ريفرش لكل حاجه وريسات لكل حاجه. عشان كده برضو حبيت اعمل لكم الروتين ده يكون كامل فيه كل الخطوات اللي انا بعملها. مجرد السوفت كليننج ده او ان انت تنضفي تنظيف خفيف فعلا بيخلي الواحد ريلاكس جدا، وبيحس احساس احسن قوي بالسبيس اللي هو قاعد فيه، وبيحس احساس احسن كمان من هو التفكير. ودي المرحله اللي هتيجي بعد المرحله بتاعه تنظيف الاوضه دي، وتغيير في زباله في الاوضه برضو بتعمل احساس كده ستاجننت او احساس ركود كده، لما بتعملي ريفرش بتديكي برضو فلكسبيليتي او بتديكي مساحه في مخك ان انت تعملي الستيب اللي جايه بعد كده، وهي ستيب القعده مع النفس بقى والتو دو ليست. بعد كده بقعد اغير او ارتب شغل الاسبوع، لو في ايميلات ببعتها، لو في شغل متاخر معرفتش اعمله خلال الاسبوع بعمله، لو في مثلا حاجه ممكن تتعمل من على اللابتوب، او حتى مجرد ان انا اقعد اكتب التو دو ليست بتاعتي في النوت بوك بتاعتي، الحاجات اللي انا عايزه اعملها او انجزها في خلال الاسبوع. وبحب جدا لما اشطب حاجه ورا حاجه كده، بحس ان انا انجزت حتى لو هي اكومبلشمنت صغيره، يعني حتى مجرد ان انا اكتب ان انا عايزه مثلا اعمل شعري، عايزه ابوست فيديو جديد، عايزه اتعلم حاجه جديده لليوتيوب، عايزه اروح الجيم، عايزه اي حاجه. الشاي اللي انا بشربه ده اسمه الشاي سبيري تي، ده شاي مش عارفه اسمه ايه بالعربي، غالبا عشبه مريم. ده كويس قوي عشان الهرمونز والبي ام اس، والفتره اللي دي انا في بي ام اس شويه بفكر كتير جدا، فالشاي ده بيهدي اعصابي وبيخليني اعرف افكر كويس وكونتمبليت عملت ايه الاسبوع اللي فات وما عملتش ايه وايه اللي محتاج اعمله الاسبوع الجاي. بعد كده بخش في مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة القعدة مع نفسي. بسأل نفسي 4 أسئلة أساسيين. أول حاجة how am I feeling، أو أنا حاسة إيه دلوقتي حالا. how does my body feel، جسمي حاسس بإيه، تعبان، relaxed، متنشن. كل الحاجات دي بتديني برضو إحساس أنا حاسة إيه، بيديني إحساس أحسن للأسبوع اللي بعديه. وكمان سؤال how am I responding to my environment، أو أنا حاسة إيه towards space اللي حواليا. ده سؤال مهم جدا بسأله لنفسي. وما بنساش طبعا اهم حاجه ان انا اخرج في خلال الويك اند علشان ساعة لقلبك وساعة لربك. وبس هو ده الويك اند روتين بتاعي، واتمنى لكم ويك اند سعيد.